رشح المنتج محمد السبكي والمخرج محمد سامي الفنانة إلهام شاهين للمشاركة في بطولة فيلم ريجاتا للنجم عمرو سعد بدلاً من الفنانة يسرى، ولكن ما زالت المفاوضات المبدئية قائمة وتتكتم أسرة الفيلم تماماً على هذا الترشيح، حيث لم تتعاقد شاهين على الفيلم بشكل رسمي حتى الآن. وفيلم ريجاتا من بطولة عمرو سعد وفتحي عبد الوهاب ومحمود حميدة وأحمد مالك ومن إنتاج محمد السبكي وإخراج محمد سامي. هي طيبة، ربنا يسعدك على مالك كده معايا زيد وخليك حنين معاها. يعني الواحدة مننا الحنية ممكن تعوضها عن كل حاجة، مش محتاج حاجة يا زيد. فريك سابق فوزية، احشي لك البطة ايه؟ فريك ولا رز ولا اعمل لك الخلطة بتاعتي؟ دي عايزة سؤال برضه. يبقى بطل تحط الريحة دي يا سيد، ريحتها جامدة قوي بتفوق زي النشادر. يبقى حط ريحة الياسمين. وده ينفع؟ دي حريمة يا ولية. حريمة ايه؟ والنبي حلو.